مع تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران، دعت الخارجية الأمريكية جميع السفن لتشغيل أجهزة التتبع بشكل مستمر، هذا للحد من الأنشطة غير المشروعة والتهريب ولزيادة الشفافية فيما يتعلق بحركة السفن حول العالم. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكد أن واشنطن تدرس مع لندن خطة أمنية، هذا لمنع اختطاف الناقلات والحفاظ على مضيق هرمز مفتوحاً. ويذكر أن منظمة الملاحة الدولية التابعة للأمم المتحدة كانت قد تبنت قبل أكثر من 10 سنوات اتفاقية تلزم السفن بالتزود بأنظمة التعرف الآلي، هذا لضمان تعزيز السلامة البحرية.